بسم الله الرحمن الرحيم. ندويكم اليوم على الدكتور العالمي اختصاصي في الصدر. ندويكم على داء السل. تعرفوا شنو هو داء السل؟ كاين شي واحد اللي تيعرف داء السل؟ حتى شي واحد؟ المادية الدقية تعرفوه؟ المادية الدقية هو واحد الماء تيجي من واحد الميكروب، تيجي من واحد الميكروب تيقيس السل. ملي تيقيس السل تيبدا الواحد يكح، تيتنخم، تطلع له السخانة وتيعرق. السبب ديالو هو واحد الميكروب تيجي من عند شي واحد مريض، شي واحد صحيح، تيقيس الوريه ديالو، ملي تيقيس الوريه ديالو تيبدا يكح ويتنخم. ملي تيبدا يكح ويتنخم الا ما شافش الطبيب ولا الا ما شافش هذا، الا ما صوبش الطبيبه ولا هذا، تيتزاد عليه الحال، تيبدا يضعف وتطلع له السخانه وتيجي العرق. ولهذا اي واحد يكح اكثر من 15 يوم تكون شاكين فيه بان عنده داء السل، خصو يشوف الطبيب اللي غادي يعملوا التحليلات ديال الطحيمه باش تعرفوا واش كاين داء السل ولا ماشي داء السل. هاد داء السل قلنا مرض ميكروب جرثومي، يجي من واحد الميكروب تنلقطوه الى تشميناه ولا الى عطس علينا شي واحد ولا كح علينا شي واحد اللي مقيوس بالماء. هو سهل، هو مرض سهل، الا بدينا بالدواء هي تبدا الدواء في الوقت ما تيعطيش التاثير على الدواء، يبقى واحد 100% بلا ما يعدي واحد اخر. يكح هكا في يدو باش ما يكحش على شي واحد، إلا جا يعطس سيدي يدو هكا باش ما يعطسش في الوجه شي واحد، باش ما يعانيش شي واحد، متفقين؟ حتى ذاك البزقة ديال الأرض الخيمة اللي تيلوح الواحد في الأرض من الأحسن ما يبقاش فين ما مشى يلوح الخيمة، لأن ديك الخيمة تيكون فيها جراثيم ميكروبات، وذاك الميكروبات تيطلع مع الهواء تيقدر يشمو واحد صحيح ويمرض. ولهذا مي يكح يدير يدو هكا، ومي يجي يعطس يدير يدو هكا. وإلا بدا الدواء، إلا كان المريض بدا الدواء خصو ياخذ الدواء بانتظام حتى تيحكي عليه الطبيب وياخذو كل صباح ويجلس على المريض وعلى الصباح. متفقين؟ متفقين. كاين شي حوايج مازال ما كملتش، كاين شي حوايج، كاين شي حوايج اللي تيجعلو داء السل يتكاثر. هو إلا ما كلاش واحد مزيان، ولا إلا نعسنا، إلا ما نعسش مزيان، ولا إلا ما ارتاحش مزيان، ولا إلا خدا التبخين، إلا دار التبخين، ولا إلا شرب الشراب، هادشي كله تيساعد واحد باش يدير داء السل. يساعد المرض باش يكثر ويتكاثر. ولهذا خص الواحد باش ما يجيش داء السل خصو ياكل مزيان، ينعس مزيان، يرتاح مزيان، وما إذا كان فيه داء السل يحاول ما يعانيش واحد اخر ويتبع الدواء ديالو. الدكتور العالمي ما كاينش شي سؤال شي تساؤل ما كاينش. مركز اجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة بجناح المسنين والمسنات يحتضن الحملة الثالثة لتشخيص داء السل. الحملة هي تنظمها مندوبية وزارة الصحة بفاس، هي حملة وطنية. هذه المناسبة كنتقدموا بالشكر لمندوب وزارة الصحة السيد عبد الله السباعي، الدكتور عبد الله السباعي، وكذلك الأطباء الحاضرين معنا، وبالخصوص كذلك الدكتورة أمينة الصحراوي رئيسة المركز الصحي سيدي بوجيلة. كنشكرها على المجهودات اللي كتبذل في هذا الإطار في الجانب الصحي مع المستفيدي مركز التضامن، وكذلك جانب الأطفال، وكذلك جانب المرضى النفسانيين. وكذلك أن وزارة الصحة هذه سنتين متتاليتين هي وضعت واحد حصة من الأدوية، كمية من الأدوية تسير تحت إشراف الدكتورة أمينة الصحراوي لفائدة نزلاء المركز. وبهذه المناسبة هذه كذلك كنشكر رئيسة جمعية التضامن والمساعدة الاجتماعية اللي هي كذلك حاضرة معنا واللي كتقدم الدعم لهذه الحملة هذه، وكذلك الحاج العربي بن رضا الإسلامية الفاسية، وشكرا للجميع. بسم
الله الرحمن الرحيم. باسم الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية وأعضاء لجنة التكبير بالمركب الاجتماعي تحت الاختصاصات الأخرى فاس، نشكر جميع المتدخلين المشاركين في هذه الحملة، حملة البحث عن داء السل بالنسبة للمرضى النزلاء بهذا المركب الاجتماعي. نشكر المديرية ديال الصحة على هذه البادرة الحسنة واللي هي كتكون بها بصفة دولية في جميع الاختصاصات بطبيعة الحال، واليوم حنا في البحث عن داء السل. كل ما يمكن أن نقول أن هذه الفئة المستهدفة هي تستاهل كل خير وكل عناية بطبيعة الحال. نتمنى المزيد من هذه الحملات على سائر الأجنحة التي يحتوي عليها المركب، خاصة دار الأطفال والجمعية والجناح الخاص بالمشردين والأمراض النفسية. نتمنى من المحسنين أن يعطوا الأولوية والاهتمام أكثر ما هو لهذه الفئة المستهدفة من طبيعة الحال، هذه الفئة الهشة التي هي محرومة من الحنان ومن الدفء العائلي والأولاد، حتى يمكن أن نعوضها ولو بالشيء القليل من هذا الحجم التي تعانيه. وأنتم ترون هذا المركب كيف كان في السابق وكيف أصبح الآن، ونتمنى بمعية الإدارة ومعية جمعية التضامن وجميع المتدخلين أن يعني نسير من أحسن إلى أحسن، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بشار فوزية رئيسة جمعية تضامن للإدماج والمساعدة الاجتماعية بجناح المسنين. هذه الجمعية كتكلف بالمأوى والأكل والتطوير ديال هاد الناس المسنين، ومرحلة كنرحبوا كنستقبلوا المندوبية باش جات دير لنا واحد المحاولة ديال البحث عن داء السل، وهي في الحقيقة مبادرة طيبة وجيدة باش هاد الناس كيدوزو شي فحوصات هامة بالمشاركة ديال الأطباء والمعينين والطاقم الطبي كله راه موجود معنا كيقوموا واحد مهمة جد 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 طيبة، وحتى الناس النزلاء ديالنا كيحسوا بواحد الاطمئنان وكيحسوا بأنه الدولة ما مخليش عليهم والمغرب ما مخليش عليهم وكلهم راهم الحمد لله مريحين بزاف. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة أمينة ناصر الصحراوي طبيبة رئيسية بالمركز الصحي سيدي بوجيدة، تجي هاد اليوم طبي في إطار الحملة الوطنية اللي عملها وزارة الصحة لتشخيص داء السل. مندوبية وزارة الصحة وفرات الأطقم الطبية وكذلك التجهيزات الضرورية للقيام بهذا النشاط الطبي على أحسن مستوى. معنا أطباء أخصائيين في الأمراض السل اللي أكفاء ومعروفين بالكفاءة ديالهم على مستوى فاسف على مستوى الأمراض الصدرية، وكذلك كما كتشوفوا معنا الطاقم متكامل، فيها أطباء أخصائيين، فيه ممرضين، فيه تقنيين باش تكون عملية التشخيص تتم في أحسن الظروف وبجودة عالية. المؤسسة كتحظى بواحد الرعاية خاصة ديال السيد مندوب وزارة الصحة اللي كيعطيها اهتمام خاص وعي منه بخصوصية هاد الشريحة ديال المواطنين نزلاء المركب الاجتماعي بالفخة. فالمواكبة الطبية كتكون طولة 3 سنة من طرف أطر المركز الصحي سيدي بوجيدة أطباء وممرضين، كما كيتم الفحص الدوري لجميع الحالات اللي كتواجد بهذه المؤسسة، وكذلك الإمداد بالدواء وذلك التعليمات من السيد المندوب، بحيث أن الإمداد بالدواء تكون بطريقة دائمة، وكذلك الحالات اللي كيكون شكينا فيها خلال السنة كنتم الإرسال ديالها للمستشفيات والاستفادة من فحوصات تكميلية إشعاعية أو بيولوجية، وكذلك من أجل الفحوصات الاختصاصية من طرف الأطر الاختصاصية، وكذلك الحالات المستعجلة التي تم المواكبة ديالها على وجه الاستعجال
لحماية صحة نزلاء هذا المركب الاجتماعي. كذلك نشكر الفريق ديال شبكة العلاج الصحي الأولية سياق والأطر اللي كانت متواجدة معاه الطبية والشبكة الطبية، وكذلك طاقم الطبي على رأسهم السيد الدكتور علامي إدريس المكلف بالبرنامج الإقليمي لمحاربة داء السل اللي الحمد لله هو معروف بكفاءته في هذا المجال واللي تبع معنا على حسب جميع الحالات، وأخذنا كل التعليمات اللازمة بخصوص الحالات المشكوكة في المشكلة تتذكر وكذا من أجل شكون هذا باش كل موجود؟ احنا ما بقيناش واقف. مرة أخرى كنشكر الشكر الجزيل. كذلك المشرف على المركب الاجتماعي باب خوخة السي الضاوي اللي تيوفر لنا دائما المصاحبة اللازمة والمسائل اللوجستيكية، وكذلك تتبع وتواصل دائم مع المركز الصحي سيدي بوجيدة اللي تشرف مباشرة على تتبع الحالة الصحية جميع النزلاء بشكل دائم طيلة السنة. كما كنشكروا السيد المندوب الإقليمي الدكتور عبد الله الأسبعي لأن بفضل التعليمات ديالو أصبح هذا المركز يعني كيحظى بواحد تزويد دائم بالأدوية الخاصة لهذا المركب الاجتماعي، وكذلك تتبع ديال الحالات الصحية لجميع النزلاء بدون استثناء في جميع الأجنحة ديال المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب خوخة، سواء تتبع الأمراض النفسية، سواء جناح المسنين، وكذلك جناح الأطفال اللي تنقوم حنا به كطاقم طبي وشطب طبي بمركز الصحي سيدي بوجيدة بالمركبة الصحية على طيلة السنة. كما كيستافد هذا المركب الاجتماعي كيكون من أول المستفيدين من جميع الحملات الطبية اللي كدير وزارة الصحة، وكذلك بالاضافه لواحد البرامج ديال الحمايه ديال صحه جميع النزلاء من تلقيحات ضد مثلا المنينجيت ضد الغريب، كذلك من حملات تحسيسيه. فالحمد لله بفضل الحس الانساني للسيد المندوب، وكذلك تعاوننا جميع الطاقم الطبي بالمركز الصحي سيدي بوجيده تنعطيهم اولويه خاصه حتى ملي كيزورونا كيكونوا هما الاولى اللي مستفاده من العلاجات، وملي كتكون شي حالات هذا فدائما كنتجاوب مع المسؤولين ديال المركب الاجتماعي بالاتصال بالهاتف، هذا في اي حاله استدعت الحضور ديالنا فحنا كنلبيو النداء مباشرة، وكنجيو نشوفوا جميع الحالات اللي كتستدعي رعاية طبية، وتقريبا نقول تقريبا 100% ديال التزويد بالدواء تيكون، لأن السيد المندوب تحرص على أن دائما الحصة ديال الدواء تكون كاملة لكل نزلاء، وكذلك كتم إرسال ديال بعض الحالات لاستفادة من فحوصات تكميلية في المؤسسة التابعة لمندوبية وزارة الصحة وذلك مجانا وبطريقة أفضلية، لأن هاد النزلاء مصحوبين بالمرافقات الاجتماعية اللي كيكونوا معاهم كاين تعليمات باش أنهم تكون دائما عندهم يعني الحصة الأوفر من الاستفادة من مؤسسة مندوبية وزارة الصحة في فاس. فكنشكروا الجميع الأطر اللي قامت بهذه المجهودات وهذا العمل النبيل اللي قامت به بواحد المعنويات عالية وبواحد رغبة في تقديم يد المساعدة لهذه الشريحة الخاصة.